الناظر سمو الشيخ محمد بن مروه مكتوم المكتوب وسعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية تضميره والتدريب والعناية المستمرة. انتقل مباشرة مع المركز الثاني أتابع حملول على ثاني المراكز في هذه اللحظات. يتقدم شعاري هجن الرياسة ويتقدم ظافر المضمرين هناك أيضا مع المركز الثاني. أتابع المركز الثالث أتابع شاهين وانطلاقة شاهين أيضا المملوك لشعاري هجن الرياسة ويتقدم المستحيل. أنتقل مباشرة مع المركز الرابع. الله وصل مياس هنا ايضا شعاري هجن الرياسة وهناك المميز. بينما المركز الخامس اتابع المركز الخامس في هذه اللحظات سلهود شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ويلا يا طارش بن مبارك بالقوبع هنا في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. اتابع شاهين من الجانب الايمن وتحدياته هنا شعاري هجن الرياسة وهناك ايضا راشد بن محمد بالسم المنصوري هناك المستحيل. بينما هناك هملول شعاري هجن الرياسة وايضا علي بن يميل الوهيبي. بينما من القادم هناك والمنطلق مياس هنا ايضا اعزائي المشاهدين شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وراشد بن خميس بالغويصة السويدي هناك ايضا من يتابع في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. المركز العاشر في هذه اللحظات شاهين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وحمد بن ضعي بن غدير هنا في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. هكذا النداء للعشرة المراكز الأولى هنا المتقدمة هنا والمنفردة مع الصدارة المنفردة مع المقدمة والمركز الأول. هملول يا هملول مع الصدارة هناك مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط شعاري هجن الرياسة وهناك الظافر ظافر المضمرين من يتواجد مع الصدارة مع المركز الأول. المركز الثاني أتابع شعاري هجن الرياسة يتقدم شاهين وهناك المستحيل. بينما المركز الثالث يا عذاب العين من شيء نشوفه هنا الله 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 يتقدم شعاري هجن الرياسة ويتقدم هناك المميز. المميز حاضر هنا مع الكوكبة الثلاثية. بينما المركز الرابع أتابع هناك أيضا شعار سمو الشيخ محمد بن مروه مكتوم المكتوم وهناك سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي مع المركز الرابع. المركز الخامس من القادم هنا من المنطلق في هذه اللحظات هناك شاهين منطلق في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام يتقدم شعاري هجن الرياسة ويتقدم المستحيل من الواصل هنا من القادم في هذه اللحظات. الله 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 يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله. هناك على هنا مياس شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوب وراشد بن خميس هناك الأغويس السويدي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. أعود والعود وأحمد أعود إلى الصدارة أعود مع التحديات أعود مع الإفراد. الكيل الخطير هنا بدينا بالعد التنازلي لمن الناموس في هذا الشوط الصدارة هملول ما زالت القيادة هنا أيضا مع هملول شعاري هجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي. يلا يا الظافر هناك أيضا من يتواجد على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني أتابع شاهين ويا خوفي من شاهين على المركز الثاني شعاري هجن الرياسة وهناك المستحيل من يتواجد على المركز الأول. أتابع هناك شعار هجن الرياسة مع المميز على المركز الثالث ولكن خلوني مع الصدارة مع المركز الأول. الله
الله الله الله الله تبارك الله ما شاء الله. طارت الطيور بارزاقها مع الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام شعار هجن الرئاسة المستحيل المستحيل. من يتواجد مع الصدارة مع المقدمة مع صدارة هذا الشوط شعار هجن الرئاسة راشد بن محمد بسم المنصوري. فلله درك يا ابو محمد لله درك يا ابو محمد على هذا الهوز الجميل والمميز هنا على صدارة هذا الشوط. كفاية على هذه العروضات الجميلة هنا الانطلاق المميز هنا ايضا الاندفاع مع الامتار الاخيرة. سلام 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 لشعار هجن الرئاسة على هذا الهوز الجميل هنا لحظات الوصول والعبور الى خط النهاية. تهانينا 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 والناموس المركز الثاني هناك هملول شعار هجن الرئاسة وعلي بن ميل الوهيبي في عملية تضمير المركز الثالث. هناك مياس شعار هجن الرئاسة والمميز من يتابع ان شاء الله بينما المركز الرابع هناك ايضا مياس شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم راشد بن خميس الغويس السويدي هناك في عملية تضمير بينما المركز الخامس اتابع هناك التحديات والإثارة من شاهين المملوك لشعار هجن الرئاسة وهناك راشد بن محمد بسم المنصوري. تابع هناك ايضا اعزائي المشاهدين في هذه اللحظات التوقيت الزمني لحظات الوصول العبور الى خط النهايه. هناك ايضا شاهين على الصداره والمقدمه الذي قدم هذه العروضات الجميله والمميزه هنا من عاصمه الميادين. هنا لحظات الوصول والعبور الى خط النهايه حامل هذا التوقيت الزمني ينطلق بشعار هجن الرئاسة 7 دقائق بلا شك وهناك 49.7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وتهانينا والناموس لك المستحيل. بينما المركز الثاني هملول شعار هجن الرئاسة وهناك أيضا ظافر المضمرين من يأتي على المركز الثاني وأيضا يأتي مع هذا التوقيت الزمني المركز الثاني يا مخرجنا المبدع. 7 دقائق 50 ثانية 6 أجزاء من الثانية بينما المركز الثالث أتابع هناك أيضا ثالث المراكز في هذه اللحظات مياس لهجن الرئاسة وهناك مبارك محمد بن مايد الخيلي 7 دقائق وهناك أيضا 56.9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم تتواصل انطلاقات هذا المساء الجميل وتتواصل التحديات وشوطنا الثاني عشر ينطلق بحفظنا من الله وتوفيقه حاملا تحديات الجعدان.